اللهم بارك. تحياتي لكم الاخوه، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023. ارسال كوبل ديال الطاكله لاخواني الى مدينه اكدز، غنصيفطوها دابا باذن الله، الله يسخر مولاهم. ذكر هو هذا على ما اظن النشوه هي ديك البيضاء اللي كنا كنا درنا لهم 150 درهم الاخوان، تبارك الرحمن. ما بقى شي حاجه في الطاكله الاخوان، ما بقى شي حاجه بالتاج بالورده، ما بقى شي حاجه بلا تاج. ياسات اللهم بارك، ملاح نقيين زوينين الاخوان، تقليب اللي بغيت تولع شو اللحم الفرنسي، تبارك الله قداش كيبان حداهم، اللهم بارك ما شاء الله. هذه نتوى وغنعطيو هذا الكر، هذا تا هو، اللهم صل عليك يا رسول الله. الطاكلة هادو راه غنمشيو دابا دابا، تبارك الرحمن. باقي عندنا شي بياسات ديال الطاكلة، اللهم بارك، اللهم بارك ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل عليك يا رسول الله تبارك الرحمن. شي حاجه اللي ممتازه الاخوان، شوف هاد اللونين، هذا لون بكري تبارك الله، شوفوا التاج، شوفوا الوريضه، اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل عليك رسول الله، اللهم بارك ما شاء الله. حاولوا نجمعوهم لها الاخوان، نصيفطوهم ان شاء الله دابا في الكار، غادي يمشيو مدينه اكدس. اما الحميمات في صحه جيده، ومرحبا بالجميع، هذا الف 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 2000 مرة. الله يكفون، الله يسر الجميع.